أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمانة الخير. في الحقيقة أي إنسان بيحب إنسان بيبقى في أساس في العلاقة دي، والعلاقة دي بتبقى قوية بقوة محبة الإنسان للإنسان التاني. فما بالك بقى ولله المثل الأعلى، قوة محبتك للمولى عز وجل. عارف يعني ايه محبة ربنا؟ يعني بتحافظ على الصلة ما بينك وما بينه، بتخاف قوي الصلة دي تتقطع. وأساس الصلة في ديننا ما بيننا وبين المولى عز وجل هي الصلة. الصلة هي عمود حياتنا، عمود بيتنا. لو اتهدت أو اتشرخت كل حاجة بتقع، لكن لو أقمتها هتلاقي حياتك كلها فيها نجاح وفلاح. ومش بس كده، ربنا عز وجل بيقول لك 5 مرات في اليوم: حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح عشان بداية طريق نجاحك هو الصلاة. بالصلاة كل حاجة بتبقى كويسة في حياتك والله، وده وعد ربنا اللي هو هيحييك حياة طيبة بالصلاة والعبادة. يمكن هتكون متمسك بحبال ربنا وربنا هيسيبك أبدا. ده هو أحن عليك من أمك وأبوك، أحن عليك من الدنيا كلها. عشان كده النهاردة هنكلمكم عن جمال الصلاة. إحنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت وهنتكلم عليها النهاردة وهنكملها مع شيخنا الجليل الشيخ أحمد الجهيني من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. حضرتك مشرفنا ومنورنا دايما. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. شكرا جزيلا. قبل بقى ما نكمل الصلاة، هي الصلاة اتفرضت في السماء مش في الأرض. بس أنا مش عارفة ليه هي اتفرضت في السماء وما اتفرضتش في الأرض. يعني دايما كان ربنا عز وجل بيبعت سيدنا جبريل لرسول صلى الله عليه وسلم. ليه الصلاة بالذات اللي فرضها ربنا في السماء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أنا عايز أقول إن الصلاة هي أهم حاجة في حياتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه كان بيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لازم نعرف ونفهم إن أول شيء هنتحاسب عنه يوم القيامة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن قبلت قبل باقي العمل، وإن لم تقبل لم يقبل باقي العمل. الصلاة عظيمة جدا، ولذلك الشيء الوحيد الذي فرض في السماء لرقيها وعلو وعظيم قدرها وقيمتها، الصلاة فرضها الله حين فرضها 50 صلاة في اليوم والليل. فرضت الصلاة كام؟ كان 50 صلاة في اليوم والليل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خد الأمر، فقابله موسى فقال: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك يا محمد؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم. قال: إن أمتك أمة آخر الزمان ولا تطيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: طب ولا أعمل؟ قال له: راجع ربك، ارجع إليه وسأله التخفيف. فظل النبي بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى خفف الله عن هذه الأمة فجعلها 5 صلوات في اليوم والليل. سبحان الله. 5 صلوات في الأداء، لكنها 50 في الايه؟ في الأجر. في الأجر والمثوبة. وشوفي فضل ربنا إن هو جعل الصلوات مسكين الليل والنهار، مسكين اليوم. سبحان الله. لأن إحنا بنقع، صح؟ بنخطئ، كلنا ذوي خطأ، إحنا مش معصومين. صحيح. ولا إحنا أنبياء. فلما يجي واحد يتكعبل في ذنب ولا معصية، يجي إيه؟ الصلاة ربنا يجعلها تطهر وتغفر. صحيح. تتوضأ، الذنوب تقع، تتساقط، تصلي، الذنوب. يبقى أراد الله أن يطهرنا بالصلاة، أراد الله أن يكفر عنا خطايانا بالصلاة. يبقى إحنا من غير الصلاة ولا حاجة. صحيح. من غير الصلاة ولا حاجة. الصلاة يعني من يبحث عن راحة القلب وطمأنينة القلب وسكينة كل الجوارح فليتمسك بالصلاة. صحيح.
وربنا 5 مرات في اليوم الأذان بيقدم يقول لنا حي على الفلاح. الله. نعم. يعني تعالى وانجح، تعالى وقول لي اللي انت عاوزه وانا هديهولك. احسنتي. مين اللي بينادي علينا؟ الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فتصوروا لما الله يقول لك تعالى قابلني. يا شوفوا يا اخواننا العظمة. انا عايز لو احنا بنحس بهذه المشاعر وهذه الاحاسيس، الله العظيم الكبير يعني خالق الخلق ومالك الملك ذو الجلال والإكرام بيقول لك تعالى يا عبد يا فقير قابلني. انت ترد تقول ايه؟ المفروض بقى انت فعلا لو بتحب ربنا سبحانه وتعالى وفي دليل بقى على صدق المحبة، تسيب كل اللي في ايدك، تترك كل شواغل الدنيا وكل علائق الدنيا وكل محاب الدنيا بطريقة عملية بقى، وتقول يا ربي أنت أعظم وأنت أكبر وأنت أحب إلي، وتذهب إلى الله ذهاب المشتاق، ذهاب المحب. مش رايح كأني شايل طاجن ستك، مش رايح كأني شايل هموم الدنيا على ظهرك، كأنك شايل جبال، لا ده أنت رايح تقابل ربنا. أنت رايح هتشيل الهموم كده من على كتافك وتحطها بين إيد ربنا سبحانه وتعالى وتقول يا رب حلها لي، أنا مش عارف حلها. عندنا مشكلة يا دكتور أحمد كبيرة، اللي الشباب بيحبوا إنسان أكتر من ربنا. نعم. وربنا غيره على عبده جدا، فبيذيق عبده مرارة كسر عبد تاني عشان يرجع له، ولما بيرجع له برضه ما بيعرفش يذوق. من أقبل إلي في الحديث القدسي، أيوه، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل. شوفوا الكلام الجميل. أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل. رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي. أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. هذا هو الله. نحن نعامل ربا رحيما كريما توابا عظيما. والله يعني ما فيش أرحم من ربنا بينا. احنا بقى علشان الناس تدوق جمال رحمة ربنا والصلة بربنا عز وجل، عايزين بقى نكمل الصلاة. نعم. حضرتك قلت لنا المره اللي فاتت سمع الله لمن حمده، انا اسف، الله اكبر. نعم. وبنستفتح. نعم. وبعدين بنقول الفاتحه. فاتحه. فاتحه الكتاب بعد ما بنقولها بنقول امين. نعم. ولما بنروح المسجد بنلاقي الامام يقول امين والناس وراه امين. نعم. بس احنا مش فاهمين ليه احنا بنقول امين. نعم. فعايزين حضرتك تقول لنا ايه سبب اللي احنا بنقول امين. اولا هي الفاتحه هي اعظم سوره في القران، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. والله سبحانه جمع الدين كله في الفاتحة، وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فإحنا لو عبدنا ربنا بقلوبنا الأمر يختلف سبحانه وتعالى، وده أنا لنفسي وحضرتك والسادة المشاهدين نعمله. العبادة دي جميلة قوي، يعني لذيذة، طعم حلوة. عايزين نحس بحلاوة عبادة ربنا، بحلاوة لقاء ربنا سبحانه وتعالى. ويمكن احنا اشرنا سريعا الى فاتحة الكتاب عندما يقول عبد الحمد لله رب العالمين. هل انت بتتصور وبتتخيل ان الله يرد عليك يجيبك ويقول حمدني عبدي الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بين عبدي، بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل.
الاستشعار ده انا بقول وباكد ومش عايز اجري من النقطه دي. أيوة. احنا عايزين نعبد ربنا بقلوبنا، عايزين نحس كل ايه نقراها نحس بيها، كل ركوع نحس بيه. لما نقول سبحان ربي العظيم واحنا طبعا هنيجي للكلام ده نحس بيه، سبحان ربي الاعلى نحس بيها، الحمد وانت بتقول الحمد لله رب العالمين انت كده من الحامدين، والله يحبك ان تكون حامدا ان تكون شاكرا، وانت بتقول الحمد لله حس بفضل ربنا عليك وبنعمه ربنا عليك وبمن ربنا عليك. ربنا انعم عليك ولا ما انعمش؟ انعم عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر الى من هو تحتك ولا تنظر الى من هو فوقك. ليه يا رسول الله؟ ذلك اجدر الا تزدروا نعم الله عليكم. انت لو بصيت لي لفوق منك مش هتشوف نعم ربنا. فالحمد لله انت تحمد من؟ الله رب العالمين. يعني ايه رب؟ رب الخلائق اجمعين سبحانه وتعالى، رب الانس والجن والملائكه والنباتات والحيوانات والوحوش والهواء والسماء والبحر، رب كل شيء الحمد لله رب العالمين. فهذه الآية ربما تصيب القلب بالهيبة، فتأتي آية تهدهد على القلب تريح القلب. الحمد الرحمن الرحيم، ما تخافش إن ربنا عظيم وملك الملكوت، لا هو رحمن رحيم، رحمن رحمن بنا، رحيم ده كمان صفة خصوصية في الرحم، رحيم بمن آمن به بمن صدق به بمن أطاعه واتقاه. صحيح، ونعم بالله. مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم الحساب، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم التناد، يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طيب بعد ما بنقول فاتحة الكتاب دايما بنقول آمين. نعم. والناس بتقول آمين بس هي مش مستحضرة المعنى، فحضرتك قلت لنا المعنى. نعم. فهل هذا لما ربنا عز وجل بيقول هذا بيني وبين عبدي فلعبدي ما سأل؟ نعم. وهل بنقول آمين على كده؟ نعم. اولا عايزين كلمه امين معناها اللهم استجب. اللهم استجب. وفي سنه من السنن المهجوره عند البعض ان من السنه ان الامام يؤمن مع المامومين، لان النبي علمنا اذا وافق تامين الامام تامين المامومين فان الملائكه تدعو وتؤمن مع ملائكه السماء ان شاء الله، تؤمن وتدعو لأهل هذا المسجد. فشوفوا المعنى، يعني أنت في خير كبير وخير عظيم، أنت حمدت الله وأثنيت على الله وسألت الفضل من الله واستجاب الله لك. كل هذا أمن عليك الملائكة في فاتحة الكتاب وأمنت الملائكة. وأنا عايز برضو أؤكد على إيه، إحنا يا أستاذ أمير حافظين الفاتحة عن ظهر قلب. صحيح. اللسان عارف مخارج وأماكن الحروف والألفاظ، ربما نقرأ الفاتحة ونحن لا ندري ولا نشعر. لا مش عايزين إن الفاتحة بطرف اللسان بس، زي ما بقول دايما وبأكد على الجملة بحبها قوي، جملة ابن القيم يقول ينبغي أن يكون اللسان مغرفة القلب. صحيح. أنا عايز اللسان يغرف من جوه. الفاتحة دي سبحان الله ما هي افتتاحية الصلاة، بداية الصلاة. شيخ احمد، ما هو الشباب مش عارفين كده لان ما حدش رباهم على معنى الرحمن الرحيم، ما ربهمش على معنى الحمد، الحمد لله رب العالمين. فهو الناس برضو معذوره. احنا هدفنا كاعلاميين او اعلام اسلامي ديني اللي احنا نخلي الناس احنا خير امه، فاحنا عايزين فعلا نكون خير امه. فاحنا بس بنقول للناس معنى عشان المحبه، لو داقوا المحبه عموما هيسيبوا الصلاة. أحسنتي. يبقى احنا بنقول ايه؟ ذوق حلاوة الصلاة. ذوق، ذوق، ذوق. أيوة زي ما قلت والله النبي قال ذاق طعم الإيمان، الإيمان ليه طعم، ذقته ولا لأ؟ اللي داقه وحس بيه، يعني أنت عندك حلاوة إيمان،
عندك راحة من الهموم والمشاكل، عندك طمأنينة، عندك سكينة، عندك صلاح حال، عندك صحيح. بركة، كل ده في الصلاة وأكثر. صحيح. كل ده في الصلاة وأكثر. والله سبحان الله، يعني أبناء الملوك والملك لما كانوا يشوفوا العباد في راحة وسكينة وطمأنينة يقولوا يعني الناس دول لو احنا نستطيع ان نحاربهم عشان ناخد السكينه لقاتلناهم عليها بالسيوف. ففعلا طمأنينه وسكينه لا يدركها الا من مارس العباده بقلبه. صح. بقلبه. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم. صح. فالله ينظر الى القلب. تخيل كده ربنا باصص لقلبك وحاسس اللي انت نفسك تبقى خاشع، هيرزقه الخشوع. نعم. سبحانه وتعالى. حضرتك ذكرتني بحديث عبد الله بن الشخير صحابي بيقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. لما نحط قدر فيه ماء على النار يغلي ينتج عنه صوت الغليان ده اسمه أزيز المرجل. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يرتكب ذنبا ولا معصية، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي هو أفضل الخلائق أجمعين علوية وسفلية من جن وإنس وملائكة، خايف من ربنا كده. أفلا أكون عبدا شكورا. أفلا أكون عبدا شكورا. أمنا عائشة لما وجدت النبي بيصلي حتى تتورم، حتى تتفتر، حتى تتشق قدماه، أشفقت عليه. يا رسول الله لما تصنع كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هي تتعجب. فقال لها بلسان النبوة ولسان الرسالة ولسان الحامد الشاكر أفلا أكون عبدا شكورا. والمعنى أن الذي أنعم علي ومن علي بما لم ينعم به على أحد من خلقه أفلا أشكر هذه النعم. صحيح. إذن فالنبي يقابل هذه النعم بالشكر. صحيح. وبيعلمنا أن احنا لازم نشكر ربنا على آلائه ونعمه سبحانه وتعالى. وأول أبواب الشكر الصلاة. أنت لما بتحمد ربنا بتشكره. صحيح. الحمد لله. أنت تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه وفضله وجوده سبحانه وتعالى. طيب هو قال فاتحة الكتاب وقال آية بعدها قصيرة. نعم. سورة قصيرة. مش شرط قصيرة. يعني احنا بنخفف على الناس. سورة قصيرة. نعم. وبعدين قال الله أكبر سبحان ربي العظيم. نعم. عايزين كده بقى نقول لهم معنى سبحان ربي العظيم. اولا انا نازل كنت واقف انا بوطئ انا بنخفض. ايوه. لكن قلبي يعظم العظيم. لا اله الا الله. رغم ان انا جسمي بينزل لكن قلبي بيعظم ويكبر بتعظيم الاله طبعا جل جلاله ربي. انا بضعف انا بمرض انا لكن ربي عظيم سبحان. التسبيح شيء جميل قوي. التسبيح هو تنزيه. يعني سبحانه. سبحانه. انك تبرئ الله عز وجل وتنزه الله عز وجل من كل عيب وكل نقص لا يليق بكماله وجلاله. سبحان الله عن كل خطأ وصفه به الظالمون المشركون. سبحان الله عن كل قول لا يليق بجلاله وكماله. سبحان الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ندا ولا شريكا ولا ولدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التسبيح يحب الله عز وجل. لذلك بدأ الله به سورة إيه الذي تحدث فيها الله عز وجل عن الإسراء سورة الإسراء. أيوة. سبحان صدر بي سبحان الذي أسرى. ليه صدر سبحانه تعجب. هي فيها صيغة التعجب. صحيح.
لأن الكافرين أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كيف يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكيف يعرج به إلى السماوات العلى ويعود وفراشه لا يزال دافئا. النبي في كل الأحاديث والروايات يقول إيه؟ أسري بي، عرج بي. يعني إيه؟ يعني إن الذي أسرى هو الله. إذن فالقدرة، صاحب القدرة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى. إذن فالكافرون يستكثرون على القدرة، فلذلك الله يقول سبحانه، سبحان الذي أسرى. أنتم تستكثرون القدرة على ملك الملوك، خالق الخلق، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام. سبحان الذي أسرى، الذي أسرى هو الذي يقول للشيء كن فيكون. قدرة مطلقة، علم مطلق، سمع مطلق، سبحانه. لذلك صدر الله سبحانه، أي أن الله عز وجل ينزه نفسه عما وصفه به هؤلاء المشركون. يعني سبحان يا رب، سبحانك ليس كمثلك شيء في الوجود كله. نعم. سبحانك كل حاجة في الدنيا. نعم. خلقتها ملهاش، ما فيش حد يقدر يعملها غيرك يا رب. نعم. سبحانه وتعالى ربي العظيم. أولا سبحانه ربي، كلمة رب دي كلمة جميلة قوي، لأن هي رب من التربية. أيوة. يعني ربنا هو اللي بيربينا. صحيح. هو المتكفل بمعيشنا وأرزقنا وشفائنا وتعبنا وأكلنا ورزقنا ولبسنا. فسبحان ربي، يعني أنا بسبح ربي المتكفل بي، هو اللي يشفيني، هو اللي يرزقني. فسبحان ربي مين العظيم، عظيم في قوله، عظيم في فعله، عظيم في حكمه، عظيم في خلقه، عظيم في كل قول وفي كل فعل صدر عنه. يا دكتور أحمد، الله عز وجل اختار اسم العظيم في الركوع، يعني مين مش الرحمن الرحيم الملك؟ الإنسان بيقل فيذكر العظيم سبحانه وتعالى، هو بينخفض بيسبح ويعظم. لا، ما هو برضه هو بيقول سبحان ربي الاعلى، وهو في اوطى حته بيذكر الله الاعلى. صحيح. ما هو مين اللي بيعلينا الله؟ سبحانه نحن الله. نعتز، يعني نحن ادله ونعتز بالله سبحانه وتعالى. سبحانه نستمد العزه من العزيز، نستمد القوه من القوي. فهنا المقام يتناسب مع العظمه. صحيح. انت في ضعفك تستمد قواك من القوي. في الذلة تستمد عزك من العزيز سبحانه وتعالى. سبحان ربي العظيم. بيقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. نعم. ليه مش بنقولها مرة واحدة؟ هو على فكرة يجوز ان الواحد يقولها مرة واحدة، يعني مرة واحدة تجزئ 3 سنة، وممكن يكسر اكثر من 3. يعني السنة واحدة، الفرد واحد، فرد واحد، سنة 3، وممكن أكثر كمان. يعني أنا ممكن نقول 4، ممكن نقول 5، ممكن نقول، والأفضل يكون وترا إن أدرك ذلك. لو عرف يخليها وتر 5 7، يعني مش شرط 3، أي عدد فرد. مش شرط 3. أهم حاجة أنا عايز أقول إيه؟ الطمأنينة. صحيح. ما بلاش نقر الديكة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انت حسيت بسبحان ربي العظيم دي؟ عشتها ولا ما عشتهاش؟ لا احنا عايزين نعيش جمال كل ركن من اركان الصلاه. صح. في كل هيئه من هيئات الصلاه نعيش المعنى الجميل ده، لان فعلا احنا لو صلينا كده بعد ما نخلص صلاه نحس لا في ايمانيات. صح. وفي روحانيات وفي زاد كبير قوي وجميل قوي في قلوبنا، هنحس ان احنا كان اول مره نصلي. والله هنكون أمة تانية يا دكتور أحمد. أحسنتي أحسنتي والله. يعني أخلاقنا هتتغير وشكلنا هيتغير. نعم. يعني هنرجع بقى إحنا. نعم. تاني صلاح حياتنا كلها بالصلاة. صح. ودي حقيقة. حقيقة ليست مغالاة. يبقى هنا مرة فرض، 3 سنة، ومن أكثر مفيش مشكلة خالص. صح. أهم حاجة إن هو يعيش، ما تجريش وما تسرعش. أنا مش عارف ليه الناس أو البعض عايز يجري،
يجري في الصلاة، يجري من المسجد. يا عم انت مستعجل على ايه؟ هو مش مستحضر في قلبه عظمة العظيم. نعم هو نعم ما فيش في قلبه. نعم ما احنا كل ده بنتكلم عشان الناس تحس. نعم ما يبقاش نازل طالع وبس. النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أمنا عائشة بتقول ايه؟ يعني كان هو جنبها على السرير، بتقول حتى مس جلده جلدي، فقال استأذنك في ربي. يا شوفوا جمال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ده حق الزوجة، فبيستأذنها استأذنك في ربي. طبعا فأذنت له، فالنبي توضأ ثم وقف بين يدي الله عز وجل، بتقول فأطال النبي الوقوف. ما هو صلاة القيام دي بقى حاجة يعني مختلفة. انت قايم لله، انت مش عايش، مش عايز حد يشوفك ولا يعني. انت بتقول يا ربي انت الأحب وانت الأعظم وانت الأقرب. عملي بقى صحيح. تقول فأطال الوقوف ثم ركع فأطال الركوع ثم اعتدل فأطال الاعتدال ثم سجد فأطال السجود فأطال، حتى ظنت أمنا عائشة أنه قبض، فهزته كده فوجدت فيه نفس، فإذ بالنبي يجلس، بتقول وكأن بركتين من الدموع تحت عينيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أنا عايز المشاعر يعني بينك وبين ربنا ما يكونش فيها ليه حدود. يعني إيه؟ يعني في حد ظلمك أكيد، طب ما تشتكي ربنا. يعني في حد تعبك، في حد جرحك، ما تقول يا رب. من حضرتك جبت بقى موضوع الظلم واللي يشتكي ربنا، في حاجة اسمها أولياء الله. نعم. من صفاتهم الأذان يأذن يجوا على الجامع أو يجوا على الصلاة. أحسنت. نعم. فببقى ولي ربنا. نعم. فربنا عز وجل من أكتر الحاجات اللي بحبها في حديث قدسي يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته بالحرب. نعم نعم. ده حديث، الحديث ده رواه البخاري من حديث أبي هريرة، حديث قدسي جميل قوي قوي جدا. صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن رب العزة سبحانه وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا يدل على أنه من يعادي أولياء الله فإن حربه مع الله. هتقدر على ربنا اصدم بقى. هو فين المسكين؟ نكمل الحديث لأنه جميل قوي. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. انتوا متخيلين هذه المعاني؟ ان انت لما تكون من اولياء الله تحافظ على الفرائض وكمان النوافل وتعيش الصلوات دي، انت كده يعني ربنا اعطاك القوه. انت ولي من اولياء الله. الله ولي الذين امنوا. يبقى انت بقيت في رعايه الملك وفي حمايه الملك وفي معيه الملك، فكيف تفتقر لاحد؟ كيف يتمكن منك أحد؟ كيف يقدر عليك أحد؟ ده أنت لما حد يقرب لك بس. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. حربه مع الله طبعا. فهو عدو لله عز وجل. صحيح. فلذلك أنا بقول إيه، إحنا فقراء. صح. صحيح. إحنا فقراء ضعفاء مساكين أذلاء محتاجين لربنا. صحيح. ونعمل. محتاجين لربنا. ونعمل. نقول له يا رب أو ظهرنا، يا رب كن معانا. الدنيا وحشة، صعبة، فيها فتن، فيها ظلم، فيها مشاكل، فما أجمل أن يكون المرء في معية ربه ملك الملوك، فإن الله ناصره ومعينه وحافظه. سبحانه وتعالى. طيب هنرجع تاني للصلاة. نعم. قال سمع الله لمن حمده. نعم. بعد ما ركع وقال سبحان ربي العظيم 3 مرات. نعم. ليه لما بيقوم من الصلاة بيقول سمع الله لمن حمده؟ أولا احنا في الركوع بنقول ايه؟ بنسبح ربنا. تمام. سبحان ربي العظيم.
عظيم في الرزق اللي ساقه ليا. صحيح. في فضله علي. سبحان الله. فانا لما بتذكر الربوبيه ان هو اللي بيتكفل بشؤوني وعظيم معايا، فانا محتاج بعد كده اقول الحمد لله. صحيح. محتاج اقول الحمد لله، احمد ربنا العظيم. صحيح. الذي يعطيني، الذي يصبر علي، يتوب علي. فالله سبحانه وتعالى يجعل المرء يقول سمع الله لمن حمد الله. ده مش هنا بس، مش في فترة الاعتدال من، لا 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 لا، ده ربنا دي إشارة وتنبيه، كن من الشاكرين. سبحان الله. كن عبدا ربانيا حامدا شاكرا لأنعم الله، أنت بذلك تستجيب لربك. سمع ما كنت في أي وقت حامدا، الله يسمع لك. سبحانه وتعالى. الله يسمع لك. سمع، خليها في ودنك على طول، مش في الصلاة بس وبعد الصلاة. ما المفروض الصلاة دي أعيش بيها. ما هو ربنا قسم الصلاة عشان أخد زاد من صلاة الفجر يعيش معايا لحد صلاة الظهر، أخد زاد من صلاة الظهر يعيش معايا، بشحن البطارية. صح. بشحن البطارية. فسمع الله لمن حمده، يبقى هنا إشارة وتمييز زي ما قلت، أن تكون حامدا وشوف نعم ربنا عليك. اوعى ما تاخدش بالك من نعم ربنا عليك. صحيح. يبقى أنت ربنا ولك الحمد. الحمد. طيب. الصحابة سمعوا واحد بيقول إيه؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالصحابة استغربوا، ما حد الذكر ده ذكر جديد. صحيح. فبعض الصحابة يعني رمقوه، يعني عايزين يقولوا ليه بتعمل كده، يعني انت ازاي تعمل حاجه غير سيدنا النبي؟ لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، من الذي اثنى على ربي بعد الصلاه؟ مين اللي اثنى؟ فالراجل بيقول انا يعني خايف يكون غلط. فلما النبي كرر قال له انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو عدينا حروفها اللي هي حوالي حاجه و33 حرف، قال رايت بضعا و30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. ما شاء الله. إيه الجمال ده؟ لا ده معنى كده إيه؟ إن ربنا معانا، شايفنا وسمعنا. أنت بتقابل ربنا بجد؟ أنت بتقابل رب، أنت تحت سمع وبصر اللي أنت، يا خبر أبيض. لا ودعاءه جميل، يعني حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آه. ملء السماوات وملء الارض، ملء ما بينهما، ملء كل شيء شئت. انت ازاي يعني ازاي كميه الرضا والحمد عندك بالشكل ده؟ وطالما النبي اقرها بقت سنه، في حاجه اسمها سنه تقريريه. طيب. اذا اقر النبي قولا او فعلا تعتبر على صوت سنه تقريريه، فهي سنه. ما حدش يقول ان الصحابه، لا، فعل الصحابه، قول الصحابه. ان اقره رسول الله بالرضا او بالقول يعتبر ايه؟ سنه. بس كان على طول اول الصلاه ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، او اول ما اتعلمها كانوا بيقولوا الله اكبر. نعم. فتغيرت لسمع الله لمن حمده. نعم. فعايزين حضرتك تقول لنا ليه اتغيرت. سيدنا ابو بكر الصديق يعني. ما شاء الله قبل الحلقه، ما شاء الله يعني ربنا يكرمك باعداد طيب ومجهود جميل الحقيقه. ربنا يبارك فيك حضرتك يا رب. وحضرتك اللي ذكرتيني بقصه سيدنا ابو بكر الصديق، ان هو كان يحمد الله سبحانه وتعالى، فكان التشريع بسبب حمد سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ولو يا ريت تذكرينا انت بالقصه وتحكي لنا. عشان ناخد منك. لا 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 لا، ناخد منك والله. اتفضلي انا اسمع. يلا. يعني هو كان طبعا، انا مش هقولها زي حضرتك، بس انا هقولها يعني. اتفضلي. كان سيدنا ابو بكر دايما بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اول واحد بيبقى وراه. نعم. ففي يوم اتاخر. نعم. فهو يعني نفسه قالت له اللي هو كده اتاخر عن الصلاه. نعم. يعني خلاص مالوش صلاه. فلما راح لقى النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. نعم. فركع وراه وقعد يحمد ربنا. نعم. كثيرا. ف بيحمد ربنا على ايه؟ كثيرا على اللي هو لحق الصلاه. الصلاة. ادرك. نعم. بالظبط. فهو يعني ربنا عز وجل شافه بيحمده كتير قوي. نعم. من قلبه سيدنا. نعم. ابو بكر يعني. نعم. فنزل سيدنا جبريل. ايوه. على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. التشريع. فراح قال له لما تقوم من الركوع قول سمع الله لمن حمده.
فسيدنا ابو بكر الوحيد اللي فهم ان ربنا سمع لحمده. نعم. يبقى هنا التشريع جاء سببه، ودي حاجات جميله. يعني هل ابو بكر الصديق ينسى هذا المشهد؟ ما ينساهوش. يعني سيدنا ابو بكر ده كمان ليه، يعني انا خايف اخش في سيدنا ابو بكر. ما هنتكلم بقى عن اثار السعاده في الصحبه الصالحه. أيوة. ان شاء الله في حلقه جايه. لا ده في حاجات يعني مش سيدنا ابو بكر بس، سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. وفي الحلقات دي يعني فرصه نوجه بقى الشباب، نقول لهم هم دول الابطال، هم دول الاساطير. انا نفسي يا هم دكتور دول احمد الاقي شباب المسلمين كلهم ايد واحده كده. نفسي اشوفهم في صلاه المغرب والعشاء والظهر والفجر زي رمضان. انا نفسي يعني نفسي يكون سبب ان الشباب يبقوا كده. يعني اسال الله عز وجل وكل اللي بيشوفنا يدعي لنا ان نكون سبب يا رب. يا ان شاء رب الله. امين يا رب العالمين. امين. هاخد اتصال بقاله كتير معانا. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا استاذه. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا حبيبتي. بقول لحضرتك انا بس ليا سؤالين اتنين بس اسالهم لفضيله الشيخ. اتفضلي يا حبيبتي. اول سؤال، انا ليا واحده صاحبتي متوفيه. ربنا يرحمها. فانا عايزه اعرف هل ان انا بختم لها القران ثواب ختم القران اللي انا بختمه لها ده، وبيبقى نيتي ان الثواب يروح لها، ده بيوصل لها ولا هي ممكن يوصل لها حته الصدقه بس؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه للصلاه، انا بصلي عادي الفاتحه وايه صغيره، ففي الركعه الثالثه والرابعه بصلي بالفاتحه بس، الثالثه والرابعه. تمام. فهل ده صح ولا لازم ورا كل فتحه اقول ايه صغيره؟ بس انا طول عمري بصلي كده، يعني الركعه الثالثه والرابعه بالفتحه بس. طب يا ولو الثانيه بالفتحه وايه صغيره. اسمعيني يا حبيبتي، شكرا جزيلا. حاضر. في معانا حد تاني يا جماعه؟ اوكي. طيب. نرد عليها؟ احنا نرد عليها، احنا نرد عليها في الجزء الثاني كده. طيب. كده طيب. اللي هو الفاتحه بعد. طيب. لكن هي بتقول دلوقتي هي يعني بتقرا قران لصاحبتها. نعم. فهل ده يجوز؟ يعني هو زيه زي الصدقه ولا لا؟ طيب، هو طبعا للامانه العلميه اختلف العلماء في اللي قال لا يجوز قراءه القران على الموتى. طب ليه؟ يعني بتقولوا كده ليه؟ قالوا اولا لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا القران على الموتى. ثانيا لقوله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. في راي ثاني قال يجوز من باب اهداء ثواب القراءه، وده راي برضه جميل وراي حلو والكثير يعمل به وما فيش مشكله. من باب ايه؟ اهداء ثواب القراءه. انت تقراي، مش لازم تجيبي حد وتدي له فلوس، لا انت تقراي بنيه اهداء ثواب هذه القراءه للمتوفى. ومع احترامي اللي بيقرا على المقابر، هو ما بيقراش، هو بيقرا عشان ياخد فلوس، مش بيقرا طبعا اكيد ماجور طبعا. يعني وليست النائحه كالسكل زي ما بيقولوا. يعني اللي بيقرا وهو قلبه ونفسه خايف على المتوفى ونفسه ان الدعاء يوصل له، غير اللي بيبقى ماجور يعني. طيب معانا ام محمد الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبه قلبي؟ اتفضلي. الحمد لله. حضرتك بس تسألي، ممكن أسأل الشيخ إن الصلوات السجدتين السهو مش عارفة أصليهم إزاي؟ طيب حاضر. مش عارفة إيه فيهم؟ طيب قولي لي وأنا إذا مش عارفة إيه فيهم، مش عارفة تصليهم إمتى ولا إزاي ولا أصليهم إمتى أو أصليهم إزاي؟ طيب ماشي. اسمعينا، شكرا جزيلا. إحنا هنرد عليها في آخر الحلقة بس نكمل. طيب ماشي. طيب احنا دلوقتي قلنا سمع الله لمن حمده، وعرفنا جمال سمع الله لمن حمده. طلعت بقى بظهري ونزلت تاني على الارض بسجد. في السجود انا مش بقول الله اكبر بالشكل ده، انا ما برفعش ايدي في السجود، بنزل على طول. ليه انا ما برفعش ايدي زي سمع الله لمن حمده او الله اكبر؟ لا، ما انا عند الاعتدال برفع ايدي. عند الاعتدال سمع الله لمن حمده. ايوه. لما باجي بنزل بنزل على طول، ما بقولش الله اكبر تاني. سامع الله لما باجي منزل. نعم. اولا هنا الرفع ده انا من الاعتدال خلاص، ما هو الركن اللي بعد كده هو السجود. هرفع ايدي تاني ليه؟ هو الاعتدال. هو الركن الاتي بعده السجود. انا برفع كده بعتدل وانا نازل. انا بحس ربنا بيمهد لنا الاجابه بقى، يعني اقرب ما يكون. ده في لفته كمان. في لفته كمان، مسألة التكبير بالذات بين كل ركن. ايوه صحيح.
هذا يدل على حاجة العبد أن يكبر الله في قلبي حقيقة، لأن الدنيا مشاغلها كتير وفتنها كتير، فمحتاجة أنا أكبر الله، أقعد أكثر من التكبير في كل ركن حتى يعرف قلبي تكبير الله وتعظيم الله عز وجل. هذه واحدة. الثانية، في الصحابة لما بيوصفوا الناس صلى الله عليه وسلم بيقولوا كان يهوي إلى السجود. يهوي يعني مش نزول المتكاسل، لا، ده أقرب للسرعة، يعني نزول المشتاق، المشتاق الحبيب اللي بيقرب. يا سبحان الله، نزل للسجود. يعني لو في غير العبادة ده هيبقى ذلة ومهانة، صحيح، إنما لا، ده أنت، لا، فرحان، أنت بتسجد، ده فرحان، فرح عظيم وكبير. انت النبي قال اقرب ما يكون عبد من ربي، فانت رايح بقى للقرب من الله سبحانه وتعالى. صحيح. انا ربي يعني اسجد على التراب قربا منك ومحبه لك وخشيه منك. صحيح، الحمد لله. طيب انا بقول سبحان ربي الاعلى. ايوه، سبحان، احنا قلنا عرفنا، وربي عرفنا معناهم. الاعلى ليه بقول الاعلى؟ انا قلت العظيم ولا بركه، نعم، ليه بقول الاعلى وانا ساجد؟ اولا برضو التسبيح تكرر معانا، لما الحاجه تتكرر ده بتفيد التاكيد، بتفيد اهميتها دايما، لان اكثر الناس في الدنيا ظلمت ربنا، اكثر الناس في الدنيا كده، فانت دايما تذكر تنزيه الله سبحانه وتعالى، تذكر دايما تسبيح الله سبحانه وتعالى. سبحان ربي الاعلى، وانا فين؟ وانا تحت. صحيح، انا تحت، يبقى كل الخلق تحت والله اعلى سبحانه وتعالى. كل الخلق مهما بقى كان عظيم، مهما كان صاحب سلطان، مهما كان صاحب قوه، مهما كان صاحب غنى، فالله اعلى. صحيح، ما دام ان الله اعلى يبقى انا اطلب من ربنا. صحيح، اخاف من ربنا، يبقى ما فيش حد اعلى من ربنا، ما فيش حد اعظم من ربنا، يبقى لا ألجأ إلا إليه، لا أتوكل إلا عليه، لا أستغيث إلا به، لا أتضرع إلا بين يدي. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ده أمر في غاية الأهمية. وأنا في السجود بخلي إيديا، كوعي مش على الأرض، نعم، وإيديا المجافاة، بالظبط، نعم، وإيديا بمحاذاة الأذن برضو، نعم. ليه الشكل ده وأنا ساجد؟ نعم. ليه ما احطش ايديا كده؟ يعني نعم. دايما الناس مش فاهمه ليه، ما حرام تعمل، نعم، كده، بس مش عارف ليه كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن يسجد على سبعه اعظم، الوجه والكفين اتجاه القبله. في بعض الناس بتعمل ايديها كده، صحيح، لا، خطا. الايدين لا تتعمل كده ولا تتعمل كده، ولا تبقى مفتحه، تبقى مضمومه واتجاه القبله. يبقى الوجه والكفين والركبتين والقدمين، يعمل قدمين كده، حتى لو الصابع الكبير يبقى اتجاه القبلة، يتني. بعض الناس تاخدش بالها وعامله رجليها كده، صحيح، لا، الرجلين تبقى ايه يعني، ان لم تستطع حتى صابع الكبير، في واحد صعب ان هو يعمل، والصابع الكبير يبقى اتجاه الايه، اتجاه القبلة. يبقى سبعه ايه، سبعه اعظم. الايد مجافاه، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المجافاه من الايد، حتى ندى تشبه بقاع الكلب. يعني جلسه الكلب لما بيفرش ايده كده، يعني فالنبي جعلنا لا نتشبه بايه، بجلسه الكلب، الايه، المجافاه. الكيفيه الصحيحه في وضع الدين ايضا تبقى في محاذاة المنكبين. في ناس تضيقها قوي وناس توسعها قوي، لا، خليها بمحاذاة الايه، المنكبين. حتى برضو في الوقفه، بعض الناس اللي يفتح رجله قوي واللي ده برضه، خلي الرجلين في محاذاة المنكبين. خلي الرجلين في محاذاة المنكبين. يبقى انت هنا بتسجد الرجلين تجاه القبله، الايدين تجاه القبله، الانف والجبهه في الارض، لان بعض الناس بتحط الجبهه وما تحطش الانف. يبقى بيسجد كده. أيوه. لا، حط الايه؟ الجبهه الأنف. والانف. الجبهه والانف في الارض. في واحد بيقول اصلا ما حدش قالك يعني دوس جامد، بس خلي حتى مجرد ملامسه، تكون ايه، في ملامسه للايه،
بعض الناس بيعملوا حاجات في السجود، يعني يجيب حته مش عارف طب ما هو السجاد نظيف. يعني المبالغه مش حلوه. هو في ناس ما بتحبش يطلع لها سجاده الصلاه. لا السجاد لا السجاد بيبقى حلو. السجاد قد يكون احسن من السجاد اللي معاه، مع ان سجاده الصلاه دي نوم يعني. بيبقى خايف بيبقى خايف لا يكون الناس اللي بتصلي، ربما يكون في لو عنده مشكله مرضيه ماشي. يعني لو في وصيه من الدكتور قال له لا انت غلط ماشي. انما ما فيش يبقى ما فيش داعي، خليك زي الناس. انت في عباده لا تتميز عن الناس شكلا ولا موضوعا. طيب ليه انا بسجد مرتين مش مره واحده زي وسبحان ربي العظيم وركوع؟ نعم. اولا الشيخ عطيه صقر رحمه الله ليه كلام جميل، وفي كلام حتى العلماء اتكلموا فيه جميل قوي. اول حاجه عايزين نعرف ان ده تشريع رباني. صحيح. نظام الصلاه وتشريع الصلاه ده الذي وضعه وقال به هو الله ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء ادركنا الحكمه سواء لم ندرك الحكمه فهذا لن يغير في حكم الله شيئا. صحيح. تمام. وهذا لا يمنع المسلم ان هو يتفكر في الحكم التي تكمن في الطاعه والعباده. تمام كده. طيب اول حاجه السجود مرتين والركوع مره واحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ايه اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساكت. فعشان كده كتر منه، عشان انت بتبقى قريب من ربنا اكتر حاجه قريب منها زود فيها. زود فيه. ربيع بن كعب الاسلمي غلام كان بيصب للنبي ايه يتوضى صلى الله عليه وسلم، فالنبي بيقول له ايه صلى الله عليه وسلم يا ربيعه سلني حاجه نفسك في ايه يا ربيعه. تخيلي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك نفسك في ايه صلى الله عليه وسلم. فربيعه قال له يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له او غير ذلك في حاجه ثانيه يا ربيعه؟ فقال له لا يا رسول الله انا مش عايز غير دي. فالنبي قال له ايه وده الشاهد بقى اعني على نفسك بكثره السجود. صحيح. يبقى السجود اهو، يبقى هنا ربنا جعل لنا السجود مرتين لان السجود اعظم ركن واعظم مشهد واقرب ما يكون العبد من ربه. صحيح. دي واحده. الثانيه في حديث في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ان الانسان لما بيجي يقرا ايه في سجده او يسجد يعتزل الشيطان ويقول يا ويلاه امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار فكيف بالسجود الفريضه. اذا فمن شان كثره السجود ان يخسأ الشيطان ويخنس الشيطان ويعتزل الشيطان. يبقى هنا في ايه في صغار للشيطان بكثرة السجود. أمر ثالث قالوا برضو حكمة، قالوا إيه؟ قالوا أنت عندما تسجد منها خلقناكم، كأنك بتقول إيه أنا خلقت من الإيه من الأرض منها خلقناكم. طيب وجلست ورجعت تاني وفيها نعيدكم. طب وقمت تاني ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم الإيه يوم البعث. كأنها فيها دلالة على عودة الإنسان كما خلق من التراب وسوف يعود إلى التراب وسوف يستيقظ بعد البعث مرة أخرى. أنا بشكرك شكرا جزيلا، ودي أحلى كلمات ممكن أختم بيها. الوقت دايما بيعدي بسرعة مع الصلاة ومعية ربنا عز وجل. أنا بشكرك شكرا جزيلا تاني مرة، وإن شاء الله ربنا ينفع بينا بإذن الله. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. كان معنا شيخنا الجليل الشيخ أحمد الجهيني من علماء الأزهر الشريف. في آخر الحلقة حابة أقول لكم، هقول لكم تاني إن الصلاة صلة بالمولى عز وجل، فيها أمل لروحك وهتلاقي نفسك مؤمن ثابت بالله عز وجل. بتقول الله أكبر، بتبقى في معية ربنا، سبحان ربي العظيم، بتذكر ربنا فربنا بيذكرك عنده في الملأ الأعلى، فبتكون حبيب ربنا. انت بقيت حبيب ربنا عز وجل، تخيل. بتسجد له بتقول له سبحان ربي الاعلى، خدت القوه والعزه من ربنا عز وجل،
فبتقوم وانت ما عندكش هم، انت معاك قوة الملك سبحانه وتعالى. في الركوع لما بتقول سمع الله لمن حمده، ربنا استجاب لك، استجاب الله لمن حمده. انت في معية المولى عز وجل، في احلى من كده؟ سيبك من الدنيا وهمها، سيبك من ظلم الناس واللي عملوا فيك، انت ولي ربنا. وحجري على الصلاة، لما بتحب حد بتروح تجري عليه، تبقى مشتاق تكلمه، وحكلم ربنا وخليك مشتاق ليه، والله ما هينجيك غيره، والله مش هياخد بإيدك غيره، المولى عز وجل. يا رب دايما يجمعنا حب الملك سبحانه وتعالى. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.